صبايا، رجعت لكم بفيديو جديد. بعرف طولت عليكم كتير هالمرة. هذا الفيديو هو تحضيرات لعيد الميلاد لبناتي. هون بلشت بالتحضيرات قبل عيد الميلاد بأسبوع. أول شي بلشت فيه عملت الشيش طاووق، هون عم تبله. تتبيلة الشيش طاووق 4-5 سنين توم ولبن وبرش الليمون، وليمونة كمان عصرتها. بالأول برشتها معلقة دبس فليفلة ومعلقة دبس بندورة وبهارات زنجبيل، بهار فليفلة مطحونة وملح طبعا، وخلطتهم كلهم على الخلاط ولبن، قلت لبن، وبخلطهم كلهم. شوفوا كيف صار لونهم. وهون قطعت الشيش، قطعوه شقف شوي تكون كبيرة ما تكون صغيرة كتير مشان ما يطلع ناشف. وبس هيك، وهون حطيتهم بالفريزة، ما بيصير لهم شي، بيضلوا شهر وشهرين ما بيصير لهم شي. وتاني تحضير عملت البيتي فور، تاني شغلة جهزتها للحفلة البيتي فور، لأنه يعني اخترت الشغلات اللي مثلا بتقعد وقت طويل وبنقدر نحضرها قبل بوقت طويل ما بيصير لها شي. هون عم بسوي بيتي فور، حطيت 5 بيضات لأنه عندي البيتي فور تقريبا عملت كليان طحين تقريبا، كترته لأنه نحن بنحبه يعني مو بس للعيد الميلاد. وفانيلا حطيت مع البيض فانيلا وبرش البرتقان أو برش ليمون، وخلطتهم وحطيتهم على طرف. وهلأ هون عندي الزبدة بحرارة المطبخ، مطالعتها من الصبح يعني لحتى صارت كتير طرية، بضل بخفقها لحتى تصير لونها أبيض. وبعدين بحط لها سكر البودرة، بحطه على دفعات شوي شوي لحتى يدوب. وهون بعد ما داب عندي السكر، شوفوا لون الزبدة صارت كتير كاشفة هيك على بياض. هون بنزل الخليط البيض اللي حضرته وبخفقه لحتى يختفي البيض على الأخير. وبكون مجهزة الطحين، نخلت الطحين مجهزته، وبصير بخلطه مع السمنة مع الزبدة والسكر شوي شوي، بحطه وبخلطهم. هلأ هون العجينة ما بدها كتير عجن، ما لازم نعجنها كتير، يعني انه شي يتخلطوا مع بعض ويمتزجوا منيح. ورشيت له رشة ملح، ونسيانة يعني كان لازم نحط الملح مع الطحين، شي نص معلقة صغيرة او معلقة صغيرة حسب الكمية. انا هون عاملة كمية منيحة يعني. هلأ بضل بخلطهم لحتى يتشكلوا عندي العجينة. والمقادير البيتي فور بالكاسات، كاستين ونص طحين وكاسة زبدة وتلات ارباع الكاسة سكر بودرة وبيضة واحدة ومعلقة فانيلا وبرش برتقاني او ليمونة اذا في. هذا عيار البيتي فور، انه عيار قليل يعني، بس انا هون عملتهم بالكيلو غير عيارات. هلأ هون بعد ما جهزت عجينة البيتي فور، جبت الميزان لأنه أنا رح أسوي بيتي فور ملون، عشان هيك قسمتهم لأقسام متساوية، قلت على الميزان أضبط الشي. ومثل ما شايفين بعد ما قسمتهم وزعتهم على صحون وصرت حط عليهم الألوان. هون عملته هذا بالكاكاو، حطيت له معلقة كاكاو وبحط له كمان معلقة زبدة لأنه الكاكاو يعني مثله مثل الطحين. هون بعد ما عجنتهم صاروا العجينة جاهزة ملونة، بجيب قالب البيتي فور. عندي هذا القالب المكبس البيتي فور كتير كويس وكتير سريع وفي كذا شكل يعني، بس أنا في شكل محدد كتير بحبه، هذا الشكل اللي اخترته بحبه أكتر شي لأنه حتى أسرع الشي بالشغل. هذا هو الشكل، هذا كتير بحبه. وبس هيك يعني، حتى ما بدها ورق زبدة ولا شي، كتير سريع مباشر على الصينية. وهون كنت محمي الفرن كمان، بدخلهم على الفرن ما بياخدوا كمان وقت كتير، يدوب 10 دقايق الفرن بس يكون شغال من تحت، ما تشغلوا من فوق. شوفوا شقد طلع حلو والألوان كتير حلوة. والطعم الطعم كتير طيب يعني، طلع كتير طيب.
برش البرتقان عطاه نكهة مختلفة يعني. هلا جاهزين نقدر نشكل يعني. هلا شوفوا فيه خضار لانه من القالب من قبل كنت عم بسوي الخضر بيضل جواته بيطلع هيك الوان حلوة. هلا بنجي للحشي، عندي هون الشوكولا وهون مربى، المربى المشمش اطيب شيء مع البتيفور، مربى المشمش بس انا خلطتها شوي على الميكسر لحتى هيك صارت سائلة، بس كان لازم حطها شوي بالبراد بتصير يعني الشغل فيها اسهل. هلا هيك كتير طرية لازم شوي بالبراد بتمسك اكتر. وهيك بحشيهم انا وولادي حشينا هون. وهي الشوكولا عادية بس حطيت لها معلقة زيت مشان تصير الشغل فيها اسهل. هلأ بننتقل للمرحلة الثانية اللي هي اليالانجي. اليالانجي لفيته قبل عيد الميلاد بثلاث أيام بس حطيته على النار قبل بيوم، يعني لفيته طبقته بطنجرة وحطيته بالبراد وقبل عيد الميلاد بيوم حطيته على النار. اليالانجي هون مجهزة غراضه، زيت زيتون وزيت عادي زيت نباتي، وبالاول حطيت البصل بس يدبل البصل معنا. هلا هون بننزل دبس، معلقه دبس بندوره ودبس فليفله. اليالانجي كتير طلع طيب وكتير عجبهم. هلا هون بندوره، حبتين بندوره. من بعد الفلفلة والرز كمان نقعته ومصفيته من المي، رز قصير طبعا. هلا التوابل نعناع مطحون ومعلقة بن ومعلقة سكر وملح. القهوة والسكر بيعدلوا الطعم وبيعطوا طعم كتير كتير طيب، يعني معلقة البن عن جد بتعطي هيك مزة طعمة كتير طيبة. وبعدين حطيت دبس الرمان وليمونة، وهلا آخر الشي البقدونس والجوز. وهيك حشوة اليالانجي بتكون جاهزة. أنا هون لفيت اليالانجي وحطيته بالبراد قبل بثلاث أيام. ومننتقل لليوم اللي قبل الحفلة بيوم. طبعا فقت من الصبح بكير مشان لحق لأنه تاني يوم الحفلة. أول شي بلشت بالتشيز كيك، بعد ما دابت الزبدة نزلت عليها البسكويت المطحون. جيبوا البسكويت بالكاكاو أطيب يعني من البسكويت العادي. وأول شي بعمله بجهز الجيلاتين مشان يلحق يبرد. حطيت ظرف جيلاتين شفاف يعني ما له لا نكهة ولا لون، ومي سخنة عم تغلي، وحركتهم وحطيتهم على الزيت مشان يلحقوا يبردوا. وهلأ بفضي البسكويت على الكاسات بعد ما قلبته كم تقليبة يتحمص شوي مو كتير، يعني شغلة خمس دقايق. بالكاسات كلهم حطيت لهم بسكويت مطحون. وبعدين منجي لخفق التشيز كيك. طبعا جبنة، بيحتاج جبنة وحليب وقشطة. بالأول حطيت الجبنة والقشطة، وهلأ بحط الحليب المحلى أو حليب النسلة. هلأ بخفقهم مع بعض منيح. لحتى تروح كل التكتلات اللي من الجبنة. وهلأ بحط لهم من هاي الكريمة هذا الظرف، وقد حليب عادي كاسة حليب بارد يكون، يعني كاسة كريمة بودرة كاسة حليب. وهلأ أنا برجع بحط له سكر بودرة لأنه دقت الطعم حسيت سكره كتير قليل مع أنه حطيت له حليب محلى.
بس ما عطى السكر المطلوب، سكره قليل. رجعت انا ضفت له سكر بودره. انتبهوا ما تضيفوا سكر عادي لانه شد ما خلطته ما راح يدوب. واخر الشيء بحط الجيلاتين، هون برد برد عندي الجيلاتين منيح. وهلا بنخفق الشيز كيك كتير منيح لحتى يصير عندي مثل الكريمه لحتى يسمك. وبفضيهم بعبيهم على الكاسات، يعني كتير حبيت هذا الشكل انه بالكاسات بيطلع شكلهم احلى ما انه ساويهم بقالب او شيء. بس هون غلطت غلطة انه لازم كانت جيب كاسات اصغر من هيك، يعني حتى ضيوفي قالوا لي الكاسة كتير كبيرة، حجمها كتير كبير، انه كان لازم اصغر. وهلأ منجي على اليالانجي هون عم طبقهم عشان نحطه على النار. طبعا بأرض الطنجرة حطيت بطاطا او منقدر نحط بندورة او جزر اي شيء، المهم ما نحط اليالانجي يساوي هيك على الطنجرة مشان ما يحترق معنا. وتطبيقة اليالانجي لحتى يطلع معكم قالب، هلا انا قلبته وطلع معي قالب كتير طلع شكله حلو. منساوي مثلا ضرب او زائد باليالانجي وبعدين منبلش نعبي الفتحات حواليهم، يعني منحط يالانجي على شكل زائد او ضرب وشوي شوي منعبي الفتحات ومنكبس، نكبسهم بإيدنا كل شوي، كل طبقة منكبسها لحتى لما نقلبه يطلع معنا قالب. وهلأ منجي على التبولة. البرغل أنا كنت من زمان انقعه بالمي، بس شفت طريقة على اليوتيوب كتير كتير عجبتني. البرغل بحط له بهار وفليفلة وبرشت له برشة ليمونة، وحتى بعصر الليمونة وبحطها فوقه وبحط له مي وزيت زيتون وملح، وهيك بنقع البرغل. النكهة كتير كتير مختلفة وكتير طيبة، انه اطيب ما انه ننقعه بس بمي. جربوا هاي الطريقة عن جد كتير طيبة. وهلأ بفرم البصل وكمان بخلطه مع البرغل، وبعدين بفرم البندورة والبقدونس وبحطهم فوقه بدون ما اخلطهم مع بعض. لتاني يوم برجع بحط له ليمون وزيت وهيك، يعني بركز ملحه وخلص بتكون التبولة جاهزة. هلا بهالطريقة بحط البندورة فوق البرغل بس بدون ما اخلطهم مع بعض، هي لحالة مية البندورة رح تنزل على البرغل. هلا هون عم بفرم البقدونس، هي اللي عم افرم فيها البقدونس ما بقدر بلاها ابدا. للبقدونس كتير كتير كويسة وسريعة، ويعني ما يعني بيصير البقدونس ناعم بدون ما تنزل ميته، ممتازة. وهلا منجي على الكبة نية، بس هالمرة ما رح اعملها كبة نية، رح اعمل هي الكفتة التركية اللي اسمها تشي كفتة، تشي كفتة كتير طيبة، بتشبه الكبة نية اللي بنعملها نحن بس مختلفة شوي. هون بيحطوا لها بصل وتوم وبندورة ودبس بندورة شي 3 معالق ودبس فليفلة 2 معلقة، يعني بيكتروا لها هي الشغلات نحن بنعملها بس ما بنحط لها توم ابدا. بس على الطريقة التركية بيحطوا لها توم. وهون حطيت لها فليفلة وهلا بخلطهم كلهم سوا، وبعدين بنزلهم على البرغل. البرغل ما لازم ننقعه ابدا، يعني فورا بيفركوها بالبرغل بدون ما يحطوا له مي نهائي. هلا هي طريقتها الأصلية انه بيضلوا عم يدعكوها لحتى تصير الكبة، بس انا للسرعة هون رح ادعكها شوي وبعدين رح ديرها على الماكينة. هلأ هون بغطيها وبتركها تتشرب النكهات، وبجهز لها هذا الصوص. بيحطوا لها كمون ونعناع وسماء وفليفلة، وفي فليفلة خاصة لها بس انا ما لقيت منها، هي بتركيا بتكون موجودة فليفلة هيك ناعمة بتشبه السماء العادي. وهون عم حط لها زنجبيل. وزيت زيتون. ودبس رمان. وهلأ بحركهم وبتركهم على طرف، لازم هيك ينتقعوا مع بعض، ضروري هيك هي الحركة انه ينتقعوا ويتشربوا من نكهات بعض. هلأ هون بعد شي ساعة حطيت لها مي سخنة وبرجع بدعكة. وهلأ هون عم اشرب قهوة لانه لهلأ مشروبت قهوة من كتر ما علي شغل.
هلا بحط لها هي التخليطة البهارات، كتير كتير طيبة، وتغيير شكل يعني عن طريقتنا، هي بتشبه كتير طريقتنا بس كمان هي طيبة، كل واحدة نكهة مختلفة. أنا هون ضايقتها بمحلات يعني بمطعم أو هيك شي، كفتة كتير طيبة يعني، بس أول مرة بجرب أعملها. وهلأ هون بديرها على الماكينة، بديرها دورين لأنه هي لازم تكون كتير طرية يعني مثل الكريم. بعد ما درت دورين على الماكينة برجع بدعكة، وهيك بتكون جاهزة. لازم هيك تطلع يعني، نعملها بهي الطريقة تضل على حالها. هلأ أنا حطيتها بالبراد لبين ما خلص باقي الشغل. هلأ هون رح أعمل الداونات، حطيت طحين وحليب بودرة وهي خميرة فورية، وراح احط معلقة صغيرة بيكنج باودر وفانيلا وملح كمان. هلا بحط لها معلقتين زبدة تكون طيبة، ويفضل تكون حيوانية، وهيك بفركة مع الطحين. كمان الدونت جهزتها قبل بيوم، يعني انا حاولت انه خلص كل شيء قبل بيوم، انه تاني يوم الحفلة ما يكون عندي شغل كتير بالمطبخ، لانه مشكلة اذا بده يكون في عندي شغل بالمطبخ هيك ما رح لحق. وهلأ بحطيت بيضة وحليب. كمان انا هون كنت مجهزة الصالون ومزينته، وحتى مسكرة الباب انه خلص ما حد عم يدخل عليه. جهزت الصالون وزينته قبل الحفلة بيومين، قلت بالاول لازم جهز الصالون والاكل تاني يوم، لانه الاكل مشان يضل تازة يعني قدر الامكان انه يكون الاكل تازة. مشان هيك سويت قبل بيومين سويت الصالون وزينته، ويوم الثاني سويت الأكل. زينة الصالون رح نزلها بفيديو تاني، الزينة كتير طلعت حلوة، بس رح يصير الفيديو طويل إذا رح نزلهم كلهم فيديو واحد. الفيديو اللي بعده إن شاء الله رح نزل الزينة والطاولة كيف طلعت. هلأ هون عم باجن العجينة، لقيت شوي طرية برشلها رشة طحين يعني حسب. هلأ بعجنة وبتركها ترتاح، بغطيها وبحطها مكان دافي. أنا أكتر الأوقات مثلا بشغل الفرن يحمى شوي وبعدين بطفي، وبشوف إنه تكون حماوته مو كتيرة يعني، وبحطها بالفرن بتختمر منيح. وهلأ هون عبساوي البابا غنوج، أنا هذا البانجان شويته من قبل وحطته بالتلاجة يعني لسهولة الشغل، انه لو بدي في كتير شغلات مثلا عملتها من قبل وشايلتها هيك بيصير الشغل اسهل. بس طبعا طالعته من الصبح فك عنه التلج، وهلا عم بفرم البنجان وبحطه بالسله لحتى يصفي ميته، لانه بالبابا غنوج ما لازم يكون فيه مي البنجان. هلا بحط له بصل وفليفله وبندوره، بس هون ما كان عندي بندوره، حطيت له كل شيء بس ضل البندورة يعني. لما جوزي جاب بندورة ضفتها فوقه، وليمون وزيت زيتون ونعناع وملح وطبعا دبس رمان، وحطيته بالبراد ما خلطته حتى. وهلأ هون التشيز كيك برد منيح يعني، بعد ما برد عم بحط له مربى، بتقدروا تحطوا اي مربى بتحبوها، او فينا نحط له جيلة، بس انا حبيت المربى اكتر من الجيلة يعني من قبل مجربته. هلا هون عم حط له مربى كرز ومربى مشمش، وفينا نحط له مربى فريز كمان كتير طيب مع المربى الفريز، بس انا ما عندي.
هلا يعني هيك التشيز كيك جاهز عنا، ما ضل بده شيء ابدا، لتاني يوم بيكون برد تمام، بيصير لسه على اطيب، حتى المربى بتصير باردة فوقه، كتير بيطلع طيب. وهلأ بنرجع للداونات بعد ما اختمروا وارتاحت العجينة. هلأ هون بدي رق العجين، بس مو كتير، لازم يضل سميك يعني أطيب، ما نرققه أبدا، يعني يا دوب هيك افتحها شوي بالشوبك. العجينة كتير كتير حلوة وطرية وما بتلزق، كتير حلوة وطيبة كمان. هلأ هون بقطعون الحجم اللي بدكن اياه، كبار صغار، والدائرة اللي بالنص كمان حاولوا قد ما فيكن تكون دائرة صغيرة، يعني ما تكبروا الدائرة، بيطلع شكلهم أحلى. هلا هيك جاهزة، انا بتركون يرتاحوا مرة تانية، لازم يرتاحوا وينفشوا. هلا انا ندمت انه يا ريتني مقطعتهم كلهم بهذا الحجم، هذا الحجم طلع احلى وهيك صغار، يعني مناسب اكتر. هلا بحط ورق زبدة وبحطهم فوق الورق الزبدة وبغطيهم لحتى ينفشوا ويرتاحوا لوقت القلي. وهلأ هون بنجي على عجينة البيتزا، رح أعمل ميني بيتزا. حطيت طحين وحليب بودرة 5 معالق و5 كاسات طحين وملح، وهلأ عم حط معلقتين كبار لبن. خلطهم منيح وبحط عليهم مية الخميرة من قبل، انا حاطه كاسة ونص مي دافية مع معلقة كبيرة خميرة ومعلقتين كبار سكر، ومحركتهم وغطيتهم لحتى طلعت الرغوة، وهون عم حطهم فوق العجين. هاي العجينة انا دائما معتمدتها للبيتزا يعني وللفطاير، وزيت نباتي. هلا بالاول دائما بكل عجينة بحرك بالمعلقة مشان ما تلزق العجينة بايدي، حركها منيح وبعدين بالأخير بستعمل إيدي. وهلأ طالعوا يعني كل قهر الدنيا فيها بالعجينة. بعد ما انعجنت هون برجع بحط لها زيت، وهلأ بغطيها وبتركها ترتاح وتنفش. هلا هون انا عم جهز قد ما فيني انه مشان بكره يكونوا جاهزين، مثلا كل الاكلات اللي عملتهم. هلا رح زين صحن الكبه، رح جهزه وزينه وغلفه وبحطه في البراد، يعني تاني يوم بس بشيل النايلون من على الصحن وبحطه على الطاوله بيكون جاهز. مثل ما شايفين هي الزينه للكبه، بالاول حطيت خس، هذا الليمون حطيته هون بس هلا رح شيله، بعدين غيرت رايي وشلته. هلا رح اعمل وردة بالنص، وردة من عجينة الكبة، كتير كتير سهلة الوردة، يعني بناخد هيك طابات من الكبة من دعبلة وبعدين بنكبسها بنساويها مثل ورقة ومنلزقها مع الورقة التانية، ورقة الورد، كتير سهلة وبسيطة.
وهلا رح اقلي الداونات. بالاول عندي هي الشقفة عملتها اختبار للزيت، حطيتها مشان اختبر الزيت اذا حمي او لا. والداونات قليون كتير كتير سهل وسريع، يعني ما لازم ابدا يطولوا، ومنضل عم نقلبهم يعني بياخدوا بالزيت دقيقتين يا دوب، ما تخلوني يطولوا على النار مشان ما يصيروا ناشفات، ما ينشف قلبهم. هنا بسرعة بياخدوا لون. وهلا حطيتهم على ورق المطبخ مشان يغب الزيت. لاحظوا انه كيف تغير حجمهم ونفشوا، هيك المطلوب انه يرتاحوا لحتى ينفشوا منيح. شايفين طنجرة اليالنجي على النار وعم تغلي وتفور، يعني وسخت لي الغاز مع انه عيار المي اقل بكتير يعني للنص، بس دائما هيك اليالنجي بفور. هون عنا الشيش طابوق كمان شويناه وجهزته بصحن لتاني يوم بس بسخنه، يعني ما بدي انعبط واقعد ساوي الشيش طابوق والبيت كله تغبق الريحة. هلأ هون هي عجينة البيتزا كمان ارتاحت، شوفوا ما احلاها صارت. هلأ كمان بفردها بالشوبك. هون عم اقطع دوائر لانه رح اعملها ميني بيتزا، يعني اطيب ما انه نعملها بيتزا ونقطعها مثلثات او هيك، بالاخص للمناسبات وللاعياد كتير حلوة الميني بيتزا. وبعدين حطيتها بالصينية، حطيت لها ورق زبدة وبغطيها كمان لحتى ترتاح وتنفش. كل صينية تقريبا اخدت 6 قطع، والصينيات الصواني الصغار 4 قطع، بترك بيناتهم مسافة مشان إذا نفشوا. وهلأ هون بعد ما ارتاحوا بجيب صحن وهيك بس بكبسة لحتى تعطي حد، يعني بيطلع شكله أحلى، وكمان هيك الصوص والحشوة إنه بيطلعوا أرتب. هلأ عم حط لها الصوص، هذا الصوص كمان كان عندي بالفريزة من قبل كتير طيب، حطيت له زعتر اخضر. هلا هون انا عم بعمل بيتزا والساعه 11:12 بالليل، يعني الكل نايم بس انا لساتني بالمطبخ وعم بشتغل. هلا حرام جوزي ساعدني كتير، يعني لو ما جوزي ساعدني كنت ما لحقت شي، حتى بالزينه كتير ساعدني الله يعطيه العافيه، كنت ما لحقت. هون حطيت لها فطير وفليفلة وشغلات البيتزا. يعني هون بعد ما طلعتهم من الفرن كمان جهزتهم بالصحون وغلفتهم، هلأ بغلفهم كمان جاهزين انه بس تاني يوم بسخنهم شوي. يعني حاولت قد ما بقدر جهز الصحون تكون جاهزة للطاولة مباشرة.
هلا هون وصلنا لنهايه الفيديو، انطروني بالفيديو الجاي رح نزل باقي التجهيزات والحفله والزينه. والطاوله طلعت كتير حلوه والزينه كتير حلوه، حتى الصالون فضيته من باقي الاغراض وصار كتير حلو.